في 10 يوليو من العام 2017 أعلنت الحكومة العراقية أن الموصلة حررت بعد 9 أشهر من المعارك التي يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات الكردية. تنظيم داعش احتل الموصل لمدة 3 سنوات. عدد القتلى لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير. العدد يتراوح ما بين 9,000 إلى 11,000 قتيل. اليوم هناك حوالي 2 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء العراق، لكن عدد العائدين زاد إلى ما يقرب من 4 ملايين شخص. يبدو وكأن الحرب قد انتهت للتو في الموصل، فبعد مرور عام على سقوط تنظيم داعش لا تزال هناك حتى الآن أنقاض تختبئ بين الجثث والذخائر غير المتفجرة، وهناك أيضاً 8 ملايين طن من المتفجرات تحت الأنقاض وفقاً للأمم المتحدة، ولم يتم لحد الآن تطهير أكثر من 30 كيلومتر مربع من منطقة الموصل. على الرغم من هذا، فقد عاد أكثر من 80,000 شخص من السكان الذين فروا من الحرب. الحادث جيتاني والوالدي أنا يم الباب، عاد أفتح الباب دفوت وصارت الضربة، شالونا منين على مستشفى الجمهوري، وهناك دخلونا. البنت ماتت هناك قبل، والولد يمكن بالطريق مات همينا. كان طفله يبلغ من العمر 3 أعوام وابنته تبلغ من العمر 11 عاما، في حين نجت ندى ابنته الأخرى، لكنها فقدت ساقها مثل والدها الذي كان يعمل كسائق سيارة أجرة. الآن حطمت سيارته وفرصته في استعادة مصدر رزقه يعتمد على سعادة اكتفائه الذاتي. يعد كل من عادل وندى من بين أكثر من 7,000 مريض تلقوا جلسات إعادة التأهيل منذ عام 2014 من قبل المنظمة الدولية غير الحكومية للمعاقين، الممولة من قبل قسم المساعدة الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي. لدينا عدة أنواع من المرضى، لدينا كسور ومبتوري الأطراف ومصابون بحروق ومصابون على مستوى النخاع الشوكي بسبب القصف، كما لدينا نوعان من المتابعة للمريض قبل التركيب وبعده. بعد التركيب نقوم بمتابعة المريض 3 مرات للتأكد فيما إذا كان الجهاز يتأقلم مع جسمه أم لا. بعد انتهاء العملية القتالية في الموصل وغيرها من المناطق التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، دخل العراق في مرحلة أخرى من الأزمة الإنسانية، ما جعل التحديات الرئيسية للاتحاد الأوروبي تركز على الحماية وإعادة التأهيل. ما هو عدد الضحايا البشرية بسبب النزاع في الموصل؟ مستوى الدمار لا يزال واضحاً في الجانب الغربي من المدينة، وهو ما يظهر بوضوح حجم التكلفة البشرية للمعركة. خلال معركة الموصل أصيب 14,000 مدني، 32% منهم أطفال دون سن 5. وعلى الرغم من مرور عام على انتهاء الأعمال العدائية، إلا أن حوالي 4,000 مريض بحاجة إلى رعاية وإعادة تأهيل. المنظمة الدولية للمعاقين والمنظمة الإيطالية غير الحكومية لحالات الطوارئ يعملان بشكل وثيق من أجل مساعدة ضحايا هذه الحرب. وصلت البوابة مال العبور مسكوني، احنا 3، قال وين؟ إذا نقول بدنا ننهزم قبل يقتلونا، كان قبل ينهزم يقتلوه قبل. قلنا له احنا جينا على السلة ناخذ حنطة. أخذونا من غادي على سوق الشعر، ظلينا عندهم 10 أيام، جابونا على الزنجلي، بالدورة مال الزنجلي. قصوا دينا، ستونا بالمستشفى وراحوا. صيحوا بالسماعات، اتهمونا بسرقة على أساس يعني، جمعوا العالم، خلوا ساطور فوق ساطور وضربوه. يتلقى عادل آخر عملية إعادة تأهيل في منزله قبل إحالته إلى مركز الطوارئ التابع لمؤسسة الطوارئ في سليمانية. يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بالتحقق من عدم وجود تورم وأن الذراع لديه نطاق واسع من الحركة. عادل جاهز الآن، سوف يسافر إلى شرق العراق ليحصل على يد جديدة وسنتابعه.
فور خروجنا من الموصل خلال 6 ساعات بالسيارة باتجاه سليمانية عبرنا مناطق شاسعة تأثرت بشدة بالنزاع، حيث يمكن رصد الخنادق والأجهزة المتفجرة المبنية من قبل تنظيم داعش على طول الطريق، بالإضافة إلى حقول العبوات الناسفة التي حددتها منظمة المساعدات الشعبية النرويجية. وتقوم هذه المنظمة غير الحكومية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بإجراء مسح حول المناطق المشتبه فيها. هذه صفيحة ضغط يمكن تفعيلها عن طريق وزن الطفل. منذ تحرير الموصل قتل أو أصيب حوالي 200 شخص جراء انفجارات العبوات الناسفة. هذه واحدة من أبسط الآليات التي يستخدمها تنظيم داعش والتي أصبحت أكثر فأكثر ضرورية في إنتاج العبوات الناسفة. تنظيم داعش قام بتطوير أنواع مختلفة من العبوات البدائية الصنع، بعضها معقد للغاية، والأخرى التي لدينا هنا في منطقة الموصل هي أكثر تعقيداً لأنها تستخدم أشياء مثل الميزات المضادة للقطع على العبوة المتفجرة، حيث إذا قمت بقطعها ستنفجر، كما أنهم استخدموا ميزة معروفة باسم السلك المكسر، وهو عبارة عن سلك صغير للغاية من الصعب رؤيته. استأنفنا رحلتنا إلى سليمانية حيث افتتحت الطوارئ مركز لإعادة التأهيل في عام 98، وكانت المنظمة الإيطالية غير الحكومية قد اختارت هذه المنطقة الملغومة التي تعتبر كإرث من حرب الخليج عام 91 وغزو العراق في 2003. يصل اليوم المرضى من جميع أنحاء العراق وحتى من إيران وسوريا، هم حوالي 5500 مريض. إن العملية التي قمنا بها لهذا المريض الآن نسميها أخذ القياسات. يقوم الفنيون بملء هذا الجبس بملصقات لتشكيل قالب إيجابي يستخدم بعد ذلك كقاعدة لتشكيل تجويف صلب من البولو بروبلين، ويتم اختيار المكونات المختلفة حسب حاجة المريض. أكثر من 60% منهم جاءوا هنا بسبب بطن في أسفل الركبة، فقط 3% مثل عادل بسبب بطن في الطرف العلوي. هذه يد ميكانيكية لديها سلك هنا، نقوم بتثبيت السلك على كتف المريض، وعندما يرخي المريض كتفه تفتح اليد. عادة ما يكون للمريض يد ميكانيكية بمجرد اتخاذه للقرار، بعدها يتم تجميع المكونات في ورشة عمل حيث ينتج كل فني ما متوسطه 3 أطراف اصطناعية في الأسبوع حسب درجة تعقيد الحالة. تلقى عادل يده الجديدة خلال 5 ساعات فقط.